مصادرة أصوات الناخبين بوجود السلاح المنفلت من خلال إجبارهم على التصويت لقوائم أو أسماء محددة. استخدام مثل هذه الأساليب يمثل طعنا للعملية الديمقراطية ومصادرة لإرادة الجماهير، وقد يؤدي إلى تفاقم المشاكل السياسية في البلاد وإغلاق نوافذ الحل. المال السياسي والسلاح المنفلت سيكون له تأثير كبير جدا على العملية السياسية، بالتالي احنا ندعو إلى أن تكون هذه الانتخابات شفافة، أن تكون هذه الانتخابات عادلة. جد من الصعوبة أن تصعد الأحزاب البسيطة، الأحزاب المستحدثة، وتناطح خلينا نقول الأحزاب المتنفذة، الأحزاب اللي هي موجودة صار لها 12 و13 سنة ولها باع كبير. يعني اليوم النفوذ لهذه الأحزاب الكبيرة، ها، وناهيك أنه بعضها لديها يعني أجنحة مسلحة. إن استمرار مثل هذه الأساليب قد يؤثر على الناخب بسبب وجود السلاح والتهديد، وعملية نزع السلاح هي مسؤولية رئاسة الوزراء، وهو أمر يتطلب جهودا حكومية صارمة خلال فترة زمنية تتناسب مع عمر الحكومة الحالية. السلاح المنفلت بصورة عامة له تأثير مباشر على خوض غمار الانتخابات، المسؤول المباشر القائد العام للقوات المسلحة، لأن السلاح المنفلت يجب القضاء عليه، والقضاء على الخلايا الناهمة، والقضاء على الجماعات الإرهابية التكفيرية في محافظة ديالى، لكون محافظة ديالى تمثل النسيج المجتمعي وتمثل عراق مصغر، فيجب الحفاظ على النسيج المجتمعي والحفاظ على أمن ديالى وأمن العراق. إن الحكومة معنية بفرض هيبة الدولة على كل المدن والمناطق في ظل وجود الحاجة إلى الأمن على جميع المستويات من أجل الأمن الانتخابي، لأنه من دونه قد تتعرض الانتخابات إلى عملية تلاعب، وإن نجاح الانتخابات يتطلب وجود قدرة على فرض هيبة الدولة. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.